من أطراف وازقة المدينة القديمة لقضاء بلد، يتجمع آلاف المؤمنين هنا قرب الحسيريات لإحياء مراسم عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، في عادة توارثوها من الآباء والأجداد قبل مئات السنين. أبناء مدينة بلد اعتادوا أن يخرجوا من الأزقة القديمة ومن الأحياء القديمة لإحياء شعائر الإمام الحسين عليه السلام في العشرة الأولى من محرم في كل عام. هذه الأعداد الغفيرة اليوم تحيي هذه المناسبة، هي يعني شعيرة أو كممارسات دينية. أجواء إيمانية جميلة جدا في هذه المدينة المقدسة، وشكر وتقدير لأصحاب المواكب الحسينية الذين وفروا المأكل والمشرب لهذه الجموع الغفيرة جدا. الصغار هنا تبرز مشاركتهم أيضا، فهم كونوا موكبا أطلقوا عليه موكب الأيتام لتقديم مختلف وجبات الطعام والشراب على المشاركين في هذه المراسم الحسينية، يتعلمون الكرم والبذل من أجل الغير بمعية من يكبرهم سنا هنا. موكب الأيتام اليوم إن شاء الله السنة السابعة أو السنة السادسة لنا، إحنا مستمرين بخدمة سيد الشهداء، ومبدأنا وهدفنا الأول والأساسي هو أنه نحتضن الأيتام، نجيبهم نعلمهم على خدمة الإمام الحسين. عندنا إحنا الظهر الأخ عم كريم أبو وائل يعلمهم القرآن، ترتيل القرآن، دروس دينية فقهية. المراسم الحسينية بمختلف طرقها حرصت الإدارة المحلية لمدينة بلد على حمايتها أمنياً، حيث أكد قائم مقام القضاء إعدادهم خطة أمنية تتضمن تأمين أطراف المدينة بالتعاون مع العناصر الاستخبارية. هناك استنفار أمني لكافة الأجهزة الأمنية في القضاء، هناك أكثر من طوق أمني لحماية المواكب الحسينية والمشاركين في المواكب الحسينية من قبل قواتنا الأمنية المتمثلة بقسم شرطة بلد والأجهزة الأمنية والاستخبارية الأخرى، وأيضا بمشاركة الجيش وأخواننا بالحشد الشعبي. ثورة تشرين أيضا كانت حاضرة وسط المعزين، في رسالة كان مضمونها الالتزام بمبادئ الشهيد الثائر في أرض كربلاء ضد الظلم والاستبداد. سجاد حكمة، قناة زاغروس، محافظة صلاح الدين.